Yalla, Steve. Yalla, thank you. وهيدي اللقطات وهيدي اذا على كلب ساندويتش عم نعمل هيك هيدي اللقطات مشاهدينا بتشوفوها على الانستغرام اكونتس عني وعند مارون وعند تينا ثلاثتنا يس اوكي طيب اذا حابين تدوقوا خلص خلص صورناك اوكي يلا باي شو الموجود هون؟ الموجود هون هودي اثنيناتهم مثل بعضهم اوكي وحده بمقصوصه اثنين وحده مقصوصه اربعه لانه ما بعرف قديش درجه انتم هلا فيها هلا رح اخذ هي اصغر وحده ايوه وانا كمان صغيره وهلا هي اصغر وحده مش للشبع بس تتسيع بتبنى انا ما رح تزبط معي بايدي كيف رح لانه عندي حكيت لي على بيتك انا باقي انا رح اكل في دقائق بس ليه عملوها هالقد سميك يا مارون صعبه ناكلها شو تينا نايس واو طيب انا ايه بس انا ما كثير عم بفوتوا بتمر اكزاكتلي انا رح اضطر اقسمها اثنين يا مارون بعدين قلت له بدك قلت لي ما في بيض يا فناس في بيض انا كثير بحب كلب ساندويتش لما اكون مسافر بجي شي مره بكون عندي شغل او جاي مأخر بطلب روم سيرفيس اذا كان كلب ساندويتش طيب يعني واو بدي سكين شو طيبه؟ كثير طيبه خبزه بتاخذ العقل خبزه كثير طيبه لانه بريوش بريوش بان دومي حبيت الميكستشر تبع الدجاج والميكستشر تبع الدجاج كثير طيب صحتين مها معنا من السوشيال ميديا اوفيس عم بترافقنا بوجه لها تحيه كمان التقط لنا هي الصور الحلوه اللي بتشوفوها على ويب سايت ام تي في نشكرها اكيد وعلى انستغرام ام تي في ام تي في لبنان هلا أنا في شغلة بحبها. ابلع. هي كاتشب مع كلب ساندويتش ما بحكوا أنا كمان أنا كاتشب فريت وكلب ساندويتش بحب حطوا هيك الكاتشب وين الكاتشب؟ بغطة يا بحب الصوص فيها كثير إنه لا أي نو إتس بس جامكي جامكي بس إنه خلص عم باكل كلب ساندويتش ذيس إز إت ليه طالعين هالقد مخمصين هون؟ بالفرن انعملوا هون مش شوي مش مقليين عليه طيبين؟ ما فيهم زيت ما فيهم شيء حتى شوي زيت عليهم فرقناهم على الفرن جاجوع مش قلناهم عشان هيك شوي محمصين ومايلين هيك شوي اخذ لون و... لانه معمولين بالفرن وين بدهم كاتشب يا مارون؟ يمي بكره رح اجيب كاتشب معي خلص انا ما انتبهت بصراحه دليشس لا ما جيب قديش الواحد يعمل يامي كلب ساندويتش بالبيت؟ حيه عن جد فيري ايزي جريت اي لاف ذا ايديا ثانكس مارون بكره كمان انذر كايند لا كلاب ساندويتش كلاب ستيك رح ناخذ وقفه ومنكفي الايف